أردت أن أجعل بعض الكتب التي عندي وقفا لله تعالى في أحد المساجد، ولكن قبل أن أذهب بها للمسجد أرادتها والدتي وقالت لي إني أريدها لنفسي، فلم أذهب بها للمسجد وعدلت عن جعلها وقفا بعد أن كتبت عليها بأنها وقف، فهل يجوز ذلك؟ جزاكم الله خيرا. إذا كنت كتبت عليها أنها وقف للمسجد أو لغيره، كتبت عليها أنها وقف ناويا ذلك، فإنها تكون وقفا، وإذا خصصتها للمسجد فإنها تتخصص وتتعين له، ولا يجوز لك أن تتراجع عن ذلك وأن تصرفها إلى غير المسجد. أما إذا نويتها وقفا عاما ولم تخصصها بمسجد، وإنما نويتها وقفا للمنتفعين من طلبة العلم، ووالدتك طالبة علم تحتاج إلى ذلك وتستفيد منه، فهي أولى بذلك، إلا إذا خصصتها بأنها وقف على فلان أو على طلبة العلم الفلانيين مخصصين، فإنها تتعين لمن خصصت له. إنما إذا وقفتها وقفا عاما على طلبة العلم ولم تخصص فردا ولا جماعة ولا مكانا، فلوالدتك الاستفادة منها إذا كانت ينطبق عليها الوصف.